الحشومه دابا واحد من ثلاثه الاحزاب كان شبيبه ولا كيما بغى يكون غادي يخرج ويقول لك راه العام زين. راه ما يمكنش نخليوكم نتوما تديروا اللي بغيتو ونخليوكم تدمروا هاد الشعب بالغالي. The best TV. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ريتما يتفاعلوا معنا الإخوان والأخوات في موضوع جديد. رجعنا بإذن الله لتناول كل المواضيع التي تهم الشأن الوطني والمحلي. رجعنا في موضوع أننا غادي نرسلوا واحد الرسالة إلى الحكومة المحترمة. قلت لكم إخواني وأخواتي وبغينا نصيفطوا واحد الرسالة، وركزوا معي على هذه الكلمة، رسالة إلى الحكومة المحترمة. أنتم تعون جيدا وتعلمون أنني أتكلم بأسلوب حضاري لابق لكل مقام مقال. كنقول الحكومة المحترمة رغم أنني واحد من الشعب المقهور، واحد من الشعب اللي تفكر واللي عايش الجحيم، عايش العذاب مع هذه الحكومة، عايش الويلات، عايش يقلو لا مبالاة ديال الحكومة، لأن الحكومة المغربية الدور ديالها هو أنها ترعى وتشوف المصالح ديال المواطنين. رغم هذا كله أتكلم بأسلوب حضاري. الحكومة المحترمة، إيه باش ما نبقاوش نخلطوا شعبان مع رمضان. حنا ننتقدوا بأسلوب حضاري وبأسلوب قانوني وحقنا. أنا مواطن مغربي أحمل البطاقة الوطنية، ملكي وطني، حقي نهضر اللي كيضرني، وكنهضر على واحد المجموعة اللي بحالي، اللي ما مضرورش واللي ماشي انتريسي ما كنهضرش عليه، كنهضر على واحد المجموعة ديال الشعب اللي مضرور ومسحوق. تبارك الله عليك، شكرا. مدمر ومسحوق ومضرور هو اللي كنهضر عليه، اللي كيشوف راسو انه ما مضرورش وعايش بخير وموفر له الظروف، فانا لا عليه. الاخوان اليوم غادي نصيفط واحد الرساله للحكومه وغنقول لهم بغيت واحد ثلاثه ديال لي فيديو غادي نديرهم لكم باش تسمعوهم على السيد رئيس الامين العام المحترم ديال حزب الاستقلال، والسيد الامين العام المحترم ديال الاحرار، والسيد الامين العام المحترم ديال الاصاله والمعاصره. غير وانا اتصفح في الفيسبوك في اليوتيوب صبت واحد الفيديوهات وغادي نشاركهم معكم وغنقول لكم واش هادو هما الناس اللي كانوا من قبل، واش هما اللي دابا معانا، هما اللي كيسيروا الحكومه، هما اللي كيرعاو الشؤون ديالنا. وغنقول للحكومه المحترمه وهاد المكونات ديالها، هل انتم راضون على العمل ديالكم وعلى المنجزات ديالكم؟ واش هاد العامين تقريبا عامين، واش انتم راضين على هاد الحاله وعلى هاد الوضعيه اللي كنعيشوها؟ غير هذا سؤال كنطرحو عليكم. وغنبدا بالسيد الامين العام المحترم ديال حزب الاستقلال، الحزب العريق. خليكم معنا اليوم، غندير واحد الطريقه زوينه وشهاده شاهد من اهلها. خليكم معنا. هذه ملي كان السيد الوزير المحترم ديال الحمله ديالو، البطاله تزيد تفاقم، وقوته الشرائيه تزيد تراجع، والفوارق تزيد تسع، نتيجه ديال السياسه الليبراليه المفرطه اللي طبقات هذه الاغلبيه الحكوميه، واللي استفدت منها فئه على حساب اغلبيه المغاربه. لذلك حان الوقت للقطع مع هذه السياسات. حان الوقت اننا نعتمدوا سياسه بديله. حان الوقت اننا نضمنوا المغاربه كاملين في كل انحاء المغرب ياخذوا حقهم من ثروات بلادهم. يخدموا، يتعالجوا، يقراوا، يبدعوا. حزب الاستقلال 2021 بمشروع المغربي المتجدد بغا يرد الاعتبار لتا مغربيت. هذا البرنامج ديال السيد الامين العام المحترم، ونتمنى ان الناس ديال حزب الاستقلال اللي من الخارط واللي في المجلس الوطني واللي برلماني واللي منتخب يوسع شويه الخشابه ديالو معايا. يوسعوا شويه القشابه ديالكم، حنا غننطلقوا من خلال الخطاب ديالكم. هذا السيد الامين العام ديالكم قبل الانتخابات عطى هذا البرنامج. بالله عليكم دابا انتوما ما تقلقوش، واش هذا البرنامج طبق دابا على ارض الواقع؟
هادي دابا عامين. بالله عليكم هل انتم راضون عن العمل اللي قام به السيد الامين العام، لانه كيتكلم باسم الحزب ديالكم؟ اللي بغيت نوصل لكم اخواني واخواتي، ما تبقاوش تنظروا لنا اننا اعداء ديالكم. الا كنا اننا كننتقدوا الحزب ديالكم، ولا انتم كنتوا بخير وقادين الغراض وواكلين شاربين كذا، ما خصكمش تشوفوا فينا اننا عدو. بالعكس، حنا رحنا وطنيين وكننتقدوا من اجل الصالح العام. دابا هذا السيد الامين العام، هذا البرنامج اللي قال، واش بالله عليكم واش وفى به؟ صافي، واحد زائد واحد جوج، ما بدون سب ولا شتم ولا قذف ولا حتى شي حاجه. غير واش نتوما الناس اللي تابعين الحزب الاستقلال راه ما كنجمعكمش كاملين، البعض منكم راه ما كيقبلش الانتقاد. واش دابا نتوما اللي خصكم تحاسبوا السيد الامين العام على هذا الفيديو انا لحقته لكم؟ قولوا له اين هذه الوعود الكاذبه اللي درتي لنا؟ هذه وحده. ثانيا غادي نمشيو للسيد الامين العام المحترم ديال السي ديال الحزب كذلك ديال الاحرار، حنا كنعطيو لكم اللي ده حقي الحق. هذا ملي كان عاد كيدير الاذن تصنت. عندي واحد البوست، اول بوست ديالي في انستغرام مشرف بين السي كمل الحوار النقاش مع المواطنين وبخصوص الشباب منهم، وهذه مناسبه انهم نتلقى منهم الاراء ديالهم والافكار ديالهم ويكون واحد ليشونج ان شاء الله. السي عزيز ملي كان دار البوست ديال الانستغرام وعاد كان كيدير الحمله الانتخابيه، واش السي عزيز ديال دابا هو السي عزيز اللي كان داير هذا البوست؟ والسؤال المطروح كذلك للناس ديال الحزب الاحرار، حنا لسنا اعداء ديالكم، حنا رحنا كننتقدوا من اجل غد افضل، لماذا تنظرون لنا اننا اعداء؟ علاش كتنظروا لنا اننا؟ انا ملي كنهضر على راسي كنهضر على اي واحد كينتقد دابا الوضع وما عاجبوش، اي مواطن كيحتج، اي مواطن ما عاجبوش الحال، اي مواطن جاه الغلا، اي مواطن جاه المازوت غالي، اي مواطن مغربي مضرور، فانا اعنيه. علاش ملي كيهضر هذا المواطن كتشوفوا به الشوفه ديال الحقد والشوفه ديال انه عدو ديالكم؟ هذه هي الرساله اللي بغيت نرسل لكم. هذا الاحتجاج اللي كنحتجوا حنا وكنهضروا كان عليكم نتوما كناس حزبيين انكم تقوموا الاحزاب ديالكم. بديت بحزب الاستقلال ومشيت لحزب الاحرار وغادي ندوز لحزب الاصاله المعاصره، لانني انا منصف واتكلم عن التحالف، كل واحد كنعطي حقه ودائما باسلوب حضاري، اسلوب حضاري لابق. هذا واش الهضره ديالي ولا ديال الامناء العامين ديالكم؟ تصنتوا السيد الامين العام المحترم ديال سميتو ديال الاصاله عندما كان برلماني كان كيقول كلام، وعندما اصبح وزيرا اصبح يقول كلام. فسمعوا، ما عندكم هاد المسائل اللي كنديروا راه داخله في الوطنيه. يمكن يمكن لا الا زعما ما يمكن راه يمكن حنا احسن منكم وطنيه كنظن، لان حنا هاد البلاد هادي المغرب ما عطينا والو، ولكن ما كنصوروش من وراها كي كتصوروا نتوما الزرق الاف. حنا عطينا هاد البلاد الاستقرار، عطينا الامل، ما كنبغيوش الطمع. اذا انا كنشوف انني كنظن ان حنا لا اكثر وطنيه منكم، اكثر ملكيه منكم، فما يطير لكم. شنو سمعوا معنا السيد الامين العام المحترم ديال حزب الاصاله ونمشيو عاود للموضوع، كملوا الموضوع. هتشوف عندما كان وزيرا وعندما كان برلمانيا. اسمعوا، الان وسائل الاتصال لغات امكانيات الحد من التواصل، الحد من حدوث التعبير والتفكير. سيجب ان نتعامل مع هذا الواقع، لم نعد نملك القدره على منع الناس في التفكير وفي التعبير النظري عندما كان برلمانيا. هناك على مفترض الان اصبحت فيه الحريات من غير حدود مطلقه، وان واحد يعتقد بانه راه غادي يمكن يحد الحريات في العالم الافتراضي راه كيضحك على نفسه. عندما كان برلمانيا عندما اصبح وزيرا. اسمع، اشخاص بدون اذنهم جريمه، نشر اخبار زائفه على شخص من خلال فيسبوك هذا جريمه. عندك الاثبات؟ خرجوا. ما عندك الاثبات الله يعاونك. هذا القانون مناقض تماما للمبادئ. عندما كان برلمانيا تنص على ان الديمقراطيه احدى ثوابت امتنا، احدى ثوابت نظامنا السياسي. اضافه الى ذلك ان
ان المغرب صادق على الاتفاقات الدوليه في مجال حقوق الانسان والمعاهدات، ولا يمكن مطلقا ان نقبل ان تمثل مبادئ واتفاقيات حقوق الانسان او تمثل ما اتفقنا عليه دستوريا حول الثوابت من هذه، اضافه الى الملكيه واضافه الدين الاسلامي واضافه الى هناك الديمقراطيه. كان برلمانيا لما اصبح وزيرا الامارات 50 نفذ 50 الحبس شو هادشي. كيجي شي واحد اخر كيبدا كيدير لك واحده بدا يهضر 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 يقول لي بغا وكيمشي في حالته، لا سمعت واش بغا، عندك بطاقه صحفي من المجلس الوطني للصحافه مرحبا، ما عندك المجلس الوطني ما عندكش الحق ديال الاعلام، ولا درتي الاعلام غادي نتابعك بانتحار الصفه عندما اصبح وزيرا. اذا كان هذا الوزير غير ملم بالنصوص الدستوريه سمع. فلا يستحق ان يكون وزيرا. ها هو جاوبك جاوبك وهبي جاوب وهبي عندما كان برلمانيا لست ملما التي التزم بها الشعب المغربي ملكا وقياده وشعبا. عاش الملك. لا يمكن ان نتنازل عن الملك. عاش الملك. الله يختار علينا سيدنا. قالت هذا السيد الوزير لانه ارتكب خطا فظيعا. برلماني وهبي بالله عليكم شفتوا هذا التناقض اللي كاين شفتوا. المهم الاخوان والاخوات غادي ما غادي نطولش عليكم اليوم. الهدف ديالي من هذا المباشر انني نقول لكم رجعنا ان شاء الله بحيويه ونشاط اكثر اكثر، رجعنا وباسلوب حضاري راقي، رجعنا وصيفطنا الرساله ديالنا للحكومه، والهدف ديالنا كان هو اننا نوصلوا الميساج الرساله للناس اللي تابعين الاصاله والمعاصره والحزب الاستقلال والاحرار. فكنحييكم وكنقدركم وكنحترمكم وكنرسل لكم واحد الرساله حب واخلاص ووطنيه وكنقول لكم استرق الشباب ديالكم، ما تقلقوش ما تقلقوش من انتقادات البناءه، انتقادات اللي هي معقوله. حنا رحنا كنشوفوا المسؤول ديالكم ماشي كوهبي ولا كديزار كمسؤول كوزير، نحن نخاطب وزير. ان البلاد فيها ملك، فيها مؤسسات، فيها وزاره الداخليه، فيها وزاره السياده، بلاد راه كاين المغرب، هذا راه 12 قرن. راه ما يمكنش نخليوكم نتوما تديروا اللي بغيتوا ونخليوكم تدمروا هذا الشعب بالغلاء، تدمروا هذا الشعب، تفقروه، تجوعوه بلا مبالاه، تديروا اللي بغيتوا، ما تصمتولوش. ضروري خصنا نفكروكم بما كنتم تقولونه. حنا جبنا لكم لي فيديو قبل ما تستوجروا باش نذكروكم اننا حنا رحنا واعونا على هذا الشيء اللي كيدار، وحنا هذا الشيء كله كنديروه علاش؟ من اجل الصالح العام. فالرساله ديالي انا ما كنجمعش كل شيء، الناس اللي تتابعين الاحزاب الثلاثه ديال 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 الحكومه الله يجازيكم بخير، لا تنظرون الى الاخر اللي كينتقد الوضع وما عاجبوش الحال انه عدو، بالعكس حد الدور كان عليكم انتم تقوموا به. لو كانت الامانه والشفافيه بالامس بالماضي كانوا الشبيبه ديال الاحزاب هما المرآة ديال الحزب، دابا الشبيبات واغلبيتهم وما غادي نعممش ولاو هما الجياره والصباغه ديال الحزب، ولا كيخرج واحد الشبيبه كيقرينا حنا الدروس، ولا دابا حنا دابا المثقف ولا الانسان العادي ولا الانسان اللي امي كلشي طلعت له هذه الحكومه في راسه. دابا ملي كيخرج شي واحد تابع لهاد الاحزاب الثلاث ويبقى يشكر ويطبل راه كيدير جريمه. فاللي بغيت نقول لكم انا كنهضر على فاس ومن بعد كنهضر على جميع المدن، كنقول للناس اللي كينتقدوا قلت لهم اننا ننتقدكم باسلوب حضاري. فاليوم كنسول الحكومه المحترمه، هل انتم راضون على هاد الانجازات وهذا الشيء اللي درتو؟ وكنقول للناس اللي تابعين الاحزاب ديالكم واش الوعود اللي قالوا الامناء العام ديالكم تنفذت ما تنفذتش؟ غادي نستمروا في تقويم في اعطاء النصائح، وهذا حقنا اننا نحمل البطاقه الوطنيه، عطيها لنا الملك وعطيها لنا الدستور ونهضروا، حقنا ولنا الجرأه المعقوله، الجرأه القانونيه. فبدينا اول حلقه مع الرساله للحكومه وفيها جوج ديال الرسائل، غي بالله عليكم هل انتم راضون على هذا العمل اللي قمتوا به هذ العامين؟ غير بينكم وبين نفسكم، غير واش انا كنوجه السؤال للامين العام لحزب الاستقلال والاصاله، غير بلا ما تجاوبوني غير اقتنعوا، واش مقتنعين؟
وبغيت نصيفط رساله لهذوك اللي ملي كتنوض تنتقد هاد ثلاثه الاحزاب كينقزوا شي وحدين، راه على بيتكم الله يجازيهم بخير ناس منضبطين وكيتفهموا وكيخليونا ننتقدوا، ولكن البعض كينقز كتنقزوا كتنصبوا براسكم محامين كتخلقوا عداوه كتشهروا كتبغيو تقولوا ان هذا الشخص اللي كينتقدنا تلقوا عليه واحد الاشاعات ولا حنا هادشي لا نيوت لينا اننا هادشي كنديروه ماشي ليكم نتوما، كنديروه من اجل المصلحه العامه ومصلحه تحت شعار الله الوطن الملك. علاش كنديروا هادشي؟ قلت لكم حنا كنظنوا زعما اننا اكثر منكم وطنيين، اننا هاد البلاد ما كتعطيناش حنا ما عندنا فيرمات، ما عندنا الستر ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن كنبغيو البلاد بلا طمع. صار شي واحد اللي كيكون كيبغيك بلا طمع كيكون عنده البغيان ديالو حقيقي. اش دابا واحد كيجي للشبيبه كيطبل باش كيشد ثلاثه ديال الملايين وشي في الشبيبه ويجي يقول حشومه، دابا واحد من ثلاثه الاحزاب كان شبيبه ولا كيما بغى يكون نوع ديالو يخرج ويقول لك راه العام زين ولا مستشار ولا راه شوف اللي خرج دابا وسكر المكونات ديال الحكومه، اما هو حمق ولا ماشي ساوي ولا عنده شي حاجه في دماغه ولا واكل مريقه. راه شوف الله يجازيكم بخير الرساله الاخيره، لا تنظروا ما تشوفوش فينا اننا حنايا اعداء ديالكم، حنا راه كنخاطبوا المسؤول شي سي عزيز اخر، اقسم بالله العظيم رغم هادشي كله انا عندي عزيز والله القسم الا عندي عزيز كشخص، سي وهبي اقسم بالله الا عندي عزيز، سي نزار البركه اقسم بالله العظيم الا عزيز كشخص، ولكن كأمناء عامين الاحزاب وكمسؤولين في وزاره اقسم بالله العلي العظيم الا تكرفصنا الشعب المغربي، اقسم بالله العلي العظيم الا دمرتوا الشعب المغربي وفكرتوه، خرجوا للاسواق وخذوا تلقوا بعض المواقع تلقوها تقول الحقيقه وتهضروا مع المواطن تشوفوا بنادم ساخط. حنا اللهم يسخط عليكم المواطن ولا يسخط على حنا، المهم حنا هاد البلاد عندنا الغرض بالثوابت، خصنا سيدنا الله ينصرو الضامن ديالنا والموحد ديالنا الملك ديالنا هو انا. هادشي كنديرو هادشي علاش كنديرو؟ كنديرو حيت كنبغيو بلادنا، ماشي كنديرو هادشي انا باش نوضو الفتله ولا باش نهاجموكم ولا، راه كتبقاو عزاز علينا كاشخاص ولكن كنخاطبكم حنا كمسؤولون. فنتمنى ان الرساله توصل وسمحوا لي لان ما يمكنليش ما نهضرش، لان كانت ظروف انني ساكت دابا خصني نهضر، وغنهضر باسلوب حضاري وغنهضر بعقلانيه بقانون، واللي ما يعجبوش الحال اللي يطيح راسو. وانا علاش كنهضر؟ علاش ما نقدرش نهضر على العداله والتنميه؟ علاش ما كنهضرش على الاتحاد الاشتراكي؟ علاش على الاتحاد الدستوري؟ هضرش على الاحزاب الاخرى حيت ماشي في الاغلبيه، كنخاطبوا الناس اللي مكلفين بينا. علاش كنهضروا معكم كنقول لكم الحكومه المحترمه؟ لان كتبقى لكل مقام مقال، وكتبقى نتوما عندكم الثقه ديال سيدنا الله ينصرو عطاها لكم كحكومه، ما يمكنناش حنا نجرؤوا ونديروا شي حاجه شي، ولكن ما يمكنناش ما نهضروش، راه ما كاينش شي قوه في البلاد تسمع على اننا نقول لكم راكم ما درتوا والو، نقول لكم حشموا، نقول لكم استحيوا، نقول لكم راه عيب عليكم، نقول لكم هذا العام دوزتوا علينا قطران كلشي غالي، نقول لكم راه كديروا لنا المسرحيات بحال المسرحيه اللي درتوا لنا ديال الاسعار، خرجتوا مساكن الناس ديال الولايه القسم الاقتصادي مساكن يقلبوا الاسعار، ولا بغيتيوا الاسعار ما تبقاش السي عزيز اخلوش والسي والحكومه المحترمه اللي مدعماه نقصوا من المازوط وليسانس، ها هي تحلت. واش دابا حنا رديتونا ضحكه في هذه البلاد؟ رديتونا دميات؟ بلا ما تقلبوا الاسعار الشعب المغربي محارن بعضياته، ديروا طبقوا معنا غير القانون، نقصوا من الغازوال والريسانس والمازوت، غتنقص لي فري ديال الترونسبور، غينقص كلشي، ما نقصتوش خليتيوها طالعه وكتكذبوا علينا وكتعذبوا مساكن ديال الولايات، وتحيه احترام وتقدير القسم الاقتصادي اللي في العمالات، ومن خلاله تحيه وتقدير واحترام العمال والولاد صاحب الجلاله والوزارات الداخليه. لو كانت هاد الوزاره كيخدموا غير شويه من الخدمه اللي كتخدم وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه، يخدموا غير 10% كان حنا مشينا بعيد. سمحوا لي الاخوان ان اطلت عليكم، الفيديو ديالنا ان شاء الله غادي نلوحوه عبر قناه يوتيوب ديالنا، ونتمنى انكم تدخلوا وتبارطاجيو وتابوناو، دائما الجديد الجديد تحت شعار الله الوطن الملك.